في باش أنا واجي موجودة في الدنيا هذه لي انتراكت يتقاسموا مشاعر وتجارب مشتركه اللي تربطهم بالنوادي نتاعهم. هذيك علاش كي تسال السؤال شنو تحبوا في النادي نتاعكم، بعض الاجوبه تكون بالطبيعه كيف كيف وترجع برشا مرات على شفايف اللي عاشوا المغامره الانتراكسيون. احنا شنو نحبوا في عمرنا هذا؟ في الحقيقه مازلنا ما نعرفوش، جينا توا باش نعرفوا، والانتراكت اللي خلينا زادا نطوروا ونهزوا على كتفنا مسؤوليات. ما تنجموش تصدقوا شنو نجمو نعملو كي نعملو على رواحنا باش نتصرفوا ونتفاعلوا. قاعدين نبعدوا بشويه بشويه على شنو نعرفوه واللي طمنا، باش نتولوا اختياراتنا ونتحملوا قراراتنا. اللي نحبوا اول حاجه في الانتراكت بتاعنا هو اللي لازمنا نتعلموا المسؤوليه. افعالنا عندها تاثير على المحيط بتاعنا، المشاريع اللي عملناهم مكنونا باش نحسوا اللي نحنا مسموعين وموجودين في عيشتنا متاع كل يوم. يكفي باش نشريو خبزة باش نفيقوا بالحقرة متاع الكبار تجاه الصغار. اللي نحبوه في الانتراكت متاعنا هو اللي صوتنا عالي والاعتراف بالحقوق متاعنا. عنا برشا أفكار، عنا إرادة باش نصنعوا وباش نتبادلوا، باش نعاونوا غيرنا وباش نمنعوا كوكبنا. نحطوا مجهودنا باش نساعدوا غيرنا بكل تصوراتنا وعزيمتنا القوية. كل واحد منا عنده حاجة باش يضيفها، من أصغر واحد فينا حتى أكبر واحد. فكرة أو رأي تجينا على غفلة وبعد تهرب فيسع. اللي نحبوه في الانتراكت متاعنا هو اللي نقدروا نحييوا أفكارنا ونحققوا أحلامنا. الابتسامات على الوجوه ونجوم اللي تلق في عينين الأولاد حد ما ينجم يعوضها، وهذا يسعدنا ويحسسنا بالفخر والاعتزاز ويحسس باللي واحد عنده فايدة في الدنيا. وكل من عيشوه يعبي قلوبنا بطاقة وقوة تعطينا إرادة باش نجم نقاومه ونحاربه ونتجاوزه رواحنا. اللي نحبوه في الانتراكت متاعنا هو اللي نراو الفرحة عند العباد الأخرين ونعيش معاهم تجربة إنسانية فريدة من نوعها. التلوث، الفقر، الميزيريا، الاحتياج، هذوما كل حاجات اللي نعرفوهم ونراهم كان في التلفزيون واللي احنا مانيش متمكنين منهم. اللي نحبوه في الانتراكت متاعنا هو اللي نراو الحقيقة ونواجه المشاكل الصحيحة متاع بلادنا.